my meeting President خلال لقائي مع فخامة رئيس الجمهورية أكد لي السيد الرئيس دعمه المستمر للشعب الزيمبابوي. كما أكد على ضرورة الرفع من مستوى علاقاتنا السياسية الجيدة وكذا الشراكة الاقتصادية. Uh, from our sound political relationships. كما أكد لي السيد الرئيس أن الجزائر مستعدة للعمل مع جمهورية زيمبابوي لا سيما على المستوى الثنائي مع رئيس جمهورية زيمبابوي خاصة في قطاعات التربية والاقتصاد. لقد حملني رساله الى الرئيس الزيمبابوي مفادها ان السيد الرئيس قد كلف وزير الطاقه والمناجم بالقيام بزياره عمل الى زيمبابوي من اجل تطوير قطاع الطاقه والتعاون في هذا المجال. أنا جد سعيد بالترحيب الحار الذي حظيت به خلال زيارتي إلى الجزائر.